حقيقة نرجع إلى محور حديثنا شيخ عبد الرحمن في جانب الدعاء وأثره على الوالدين. هناك قصة يعني تشاع بأن لوالدة الشيخ عبد الرحمن سليس يعني دعوات كانت تلقيها لولدها الشيخ عبد الرحمن سليس بأن يكون إماما للحرم، وهذه يعني قصة منتشرة. ربما مثل هذه القصة الشيخ عبد الرحمن تؤثر في من يشاهد ومن يعني ينظر إلينا في هذا البرنامج أن يصحح من يعني مسيرة، لأن بعض الناس كثير أو قليل إن شاء الله عز وجل يعني تجده إذا غلط ولده ولا سوى شيء يعني مو صحيح دعا عليه، والواجب يعني أن يدعو له بالصلاح وأن يدعو له بالخير وأن يدعو له بالهداية. ودنا نسمع فضيلة الشيخ عبد الرحمن سديس يعني تعليقك على ما يعني يذكر ويشاع في هذا الجانب. شكرا. أنا أود أولا أن أشكر معالي الشيخ فيصل، الواقع هو أطراء إطراء لا أستحقه، ولكن من تواضعك شيخ، ولكن من طيب ذاته و حسن أرومته وكرم معدنه، وإلا فأنا لم أؤدي إلا الواجب وأنا مقصر، وأسأل الله لي الإخلاص والتوفيق، وأشكر لمعالي حسن ظنه وكلماته المباركة التي في الواقع تشجيع لأخيه، وهي أيضا بقدر ما تخجله تجعله يحس بالتقصير الذي يظن الناس به خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني. الله يجزاك خير. بسم الله. الحقيقة الحديث عن الوالدين كما قلنا قبل قليل حديث عظيم ومهم جدا ومسؤولية كبيرة. يتناقل الناس أن والدة عبد الرحمن السديس رحمه الله رأت رؤيا أو شيء، الواقع أن الناس قد يزيدون فيها يمكن بقصد التأثير على المتلقين والعامة. أنا حينما أستطيع عن والدتي قد تخنقني العبرات والحديث المؤثر، لكن أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجزيها عني خير الجزاء. نعم، كانت وكان الوالد كانوا رحمهم الله جميعا وأمتع الوالد بالصحة والعافية يدعواني لي كما يدعوان لجميع أبنائهما، ولكن هو ابتلاء من الله لي، يعني أسأل الله أن أقوم به على ما يحب ويرضى وأن يعفو عن التقصير. على كل حال هو مسلك تربوي ومنهج رشيد، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون لأبنائهم رب هب لي من الصالحين، عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهكذا. فالمسلم ينبغي يدعو لولده، لأن الدعوة قد توافق بابا مفتوحا، فيدعو له بالعلم بالتوفيق بالصلاح بالهداية بتيسير أموره. وكما تفضلتم أنه يشاهد بعض الناس اللي يدعو على أبنائه، يدعو على ابنه حتى بالهلاك وبأن يعاقبه الله وأن يحصل له محس، ثم إذا حصل له شيء تحسر وتأسف وندم فعلا، ربما بحث عن الرقاة وبحث عن الأطباء إلى آخره. فالأبناء ينبغي أن يجدوا من آبائهم صدور الرحبة ومحضنا دافئا ومشاعر رقيقة في توجيههم وفي حسن رعايتهم وفي الدعاء لهم، لأن الدعاء سهم من سهام الليل لا يخطئ بإذن الله، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فوصيتي أن يحرص الأبوان على الدعوة لأبنائهم، لأن لها أثرا كبيرا قد لا يشعران به الآن، يشعران به مستقبلا بإذن الله حينما يكون ابنهما العالم الكبير أو الدكتور المرموق أو الطبيب الناجح أو المهندس الحاذق أو الذي ينفع بلده وأمته ودينه في أي ثغر من الثغور، ويقال هذا ابن فلان، وهل ينبت الخطمي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل.
فهي دعوة إلى أن يسلك الأب هذا المسلك التربوي، وله أثر كبير جدا في نفس الأبناء وفي نفوس أيضا الفتيات حتى، بالتشجيع بالملاطفة بالدعاء، وله بإذن الله الأثر الكبير. نسأل الله يصلح أبناءنا ونياتنا وذرياتنا وأبناء المسلمين جميعا. نعم. الشيخ عبد الرحمن.